في للحال للجيش المناضل فريق الأبطال كم المواسم في جبال في سهول والسواحل ونحاني للجيش يا كل الشوارع نعزي في للحال للجيش المناضل جيشنا يا جيشنا جيشنا يا ذا البطل أنت قد حررتنا في نضال وعمل جيشنا يا جيشنا جيشنا يا ذا البطل أنت قد حررتنا في نضال وعمل. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي المشاهدين والمتابعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. في هذه الحلقة نذهب وإياكم سويا إلى الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب لننقل لكم حياة المقاتلين التي يقضونها في الخطوط والمواقع الأمامية، فأهلا ومرحبا بالجميع. شو على هم لما شامات الشو فبات شاكم مهمت شرب بعاده شوشب وشبوا نار قبل رشب استبشروا بالنصر بعد جهاده شو على هم لما شامات الشو فبات شاكم مهمت شرب بعاده شوشب وشبوا نار قبل رشب استبشروا بالنصر بعد جهاده فكره فذهب الله مهما خشوا من شك بشرهم بحرب بيداته وشو منو شو من دماحد عشو وشبونو حمار رافضي وكباده فوق الجمادين يا رجال تمشوا صفوا جميع أفرادهم والقاده في الصحافة والنبيكم حشوا وحتى فضاغوت باسم السادة هذه سادة حرم حرامي خشوا لو ما تقي من حديث ولاده الأمام والخلف دايت لاشط ومصرنا صيدنا لهم صيادة نصحنا حبشهم لا وشو لكن ما فاد الغباء قواده العز نبقى حرار مهما عشو والمرد شبه الخز رب زاده عدو وعدنا رغم ما قد غشو والنصر من طاف يأتمي عاده والبور من بالله أبد ما يخشو وصارت وقاده شو على حل النشامات الشو فبات شاكم مهمت شرب بعاده شو وشبوا ناركم نار الشو استبشروا بالنصر بعد جهاده ثقه ثقه بالله مهما فشوا من شك بشرهم بحرب عباده وشو ونشو من دماه تعشوا وشبوا حمار رافضي وكباده فوق الجماجم يا رجال تمشوا صفوا جميع افرادهم والباده في الصحابه والنبيكم حشوا وحدثوا الطاغوت باسم الساده هذه سبته حرم حرامي خشوا لو ما تلقي منا حديث ولاده الأمام والخلف دايت لا شب وبصدنا صيدنا لهم صيادة نصحنا حمشهم لا وشو لكن ما فاد الغباء قواده العز يبقى حرار مهما عشو والمرتشي بالخزي ربي زاده عدو وعدنا رغم ما قد غشو والنصر من طاف يأتمي عاده والبار من بالله أبد ما يخشو وصارت أهلا ومرحبا بكم إخوتي المشاهدين والمتابعين من جديد في برنامجكم دروع الوطن ضمن هذه التغطية والجولة الميدانية التي ننقل لكم من خلالها حياة المقاتلين وأيضا الروح المعنوية التي يتمتعون بها وهم يدافعون عن أهداف الثورة والجمهورية ضد فلول وأزلام ميليشيا التمرد والانقلاب الإرهابية. في هذه الأثناء نقف إلى جوار العميد الركن حيدر محفل مدير دائرة المشاه بوزارة الدفاع. بداية العميد حيدر محفل نشكر لك تواجدك معنا في هذه الأثناء وأيضا تلبية دعوتنا في برنامج دروع الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم.
أشكر هذه القناة وأشكر كذلك القائمين على هذا البرنامج الذي نراهم دائما في كل موقع من مواقع جبهات العزة والشرف، سواء في جبهة الجوبة أو في جبهة صرواح أو في جبهات ماس والكسارة وكذلك في الجبهات الشمالية بشكل عام كلها بالكامل. في هذا الأثناء وفي هذا الموقف نتذكر نضال الجيش الوطني من بداية 2015 في هذا المكان وفي هذا الموطن. بدأنا من هذا المكان، بدأنا وناضلنا حتى وصلنا إلى صرواح، ووصلنا إلى فرضة نهب، ووصلنا إلى الجوف، ووصلنا إلى كل مكان من أرض الوطن، وما زال النضال متواصل، وقدمنا كثير من الشهداء والجرحى، منهم الأفراد الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله، ومنهم الصف، ومنهم الضباط، ومن هؤلاء الضباط قادة لهم ذكرى في النفوس، ذكرى على مستوى الوطن. أتذكر في هذا المكان القائد المناضل الفريق الركن عبد الرب الشدادي. في هذا المكان كنا نلتقي، وفي هذا المكان كنا نخطط، وفي هذا المكان كنا ننطلق لننفذ المهام القتالية في كل الاتجاهات في الأماكن المشرفة على محافظة مأرب. اليوم نحن نتكلم عن منظومة متكاملة، منظومة متكاملة للقوات المسلحة. هناك وزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان العامة، هيئات وزارة الدفاع، دوائر وزارة الدفاع، المناطق العسكرية، الوحدات القتالية، كل المنظومة العسكرية متكاملة، وكل منظومة تؤدي واجبها وفق التنظيم العسكري ووفق السياقات العسكرية. وهذا يعتبر يعني ثمرة من ثمرة النضال، وجهد من جهد الأبطال، سواء كانوا أفراد أو صف أو ضباط أو إعلاميين أو سياسيين، كذلك من أبناء المقاومة الذي كان لهم شرف السبق في هذه المنطقة، وكانوا هم النواة، كانوا هم النواة الأولى الذين دافعوا عن مأرب. جئنا جميعا لنلتف، وجئنا مساندين حول هذه المقاومة. وبعدما تشكل الجيش الوطني تشكلت المقاومة ضمن تشكيل الجيش الوطني. نحن الآن في مستوى من المساحة الأرضية، نحن في مستوى عالي من التكتيك، نحن في مستوى عالي من الإعداد، نحن في مستوى عالي من التسليح، نحن في مستوى عالي من الملاك البشري. وما كان العرض العسكري إلا نموذج من نموذج القوة العسكرية التي يتمتع بها الجيش الوطني في هذه المرحلة. نحن ندعو العدو لأن يجنح إلى السلم. الله عز وجل يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. نحن نخاطبه من هنا أن يجنح للسلم فهو الخاسر، وإن جنح للسلم فهو الرابح. نحن سنستمر في النضال، لن يضيرنا شيء، ولن نخاف إلا الله. مستمرون 8 سنوات، كلما جاء من وقت زدنا قوة وزدنا صلابة وزدنا رفعة وزدنا مكانة، لأننا ندافع عن أرضنا، ندافع عن أطهر المقدسات، وهي التربة اليمنية، وهي التربة، تربة الوطن، ما أشرف من الوطن، ما أعز من الوطن. نحن ندافع عن سيادة هذا الوطن، نحن ندافع عن ثروة هذا الوطن، نحن ندافع عن عقيدة هذه الأمة. لذلك نريد
أن نقدم للأجيال القادمة نموذج طيب عن هذا الوطن، فلا ضير عندنا ولا ملل، سنستمر سنناضل، ونحن جميعا مع كل الشرفاء من أبناء هذا الوطن حتى نلقى الله سبحانه وتعالى منتصرين، أو نلقى الله سبحانه وتعالى شهداء. طيب سيادة العميد الركن حيدر محفل، في هذه العجالة تحدثت عن العرض العسكري الذي أقامته مؤخرا وقيادة وزارة الدفاع مع رئاسة هيئة الأركان العامة، أبرز الرسائل التي حملها هذا العرض العسكري المهيب الذي شهدته محافظة مأرب احتفاء بالأعياد الوطنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر. هناك كانت دعايات وأطروحات كثيرة من الحاقدين أن ما هو من جيش في مأرب هو عبارة عن تشكيلات ميليشياوية، لكن العرض العسكري أثبت أن هنالك سرايا عسكرية، وهنالك كتائب عسكرية، وهنالك قيادات عسكرية، وجيش منظم نعم، وأفراد متدربين، وقيادات مدربة، وقيادات أكاديمية تقود هذا الجيش. أعداد كلها أرقام صحيحة، لم نجمعهم من الشوارع، لم نجمعهم من الفنادق، لم نكذب على أحد، لم نخدع أحد. كثير من الأعداد لم تصل ولم تدخل إلى أرض العرض نتيجة الظروف ونتيجة الاحتياج إليها، وحضرت أعداد كثيرة جدا. فهذه رسالة لهؤلاء الحاقدين، نعم، وهؤلاء الذين يكذبون، كما يتنفسون يكذبون على هذا الوطن ويكذبون على أبناء هذا الوطن. هذه رسالة حقيقية أن هنالك في مأرب جيش، نعم، وهنالك مهنية، وهنالك خبرة، وهنالك مهارة، وهنالك قيادة عسكرية تمتهن هذا التخصص، وهو تخصص الجيش. الرسالة الثانية كانت رسالة اطمئنان كذلك إلى كل أبنائنا في الداخل وفي الخارج أن لهم جيش يدافع عن أرض الوطن، لذلك يجب أن يأمنوا ويرتاحوا ويطمئنوا أن لهم أبناء كانوا أفراداً أو صف أو قادة هم هنا يناضلون. رسالة إلى كل أم، رسالة إلى كل مريض، رسالة إلى كل تاجر، رسالة إلى كل طالب، إلى كل أستاذ، إلى كل صنف من أصناف وأبناء هذا الوطن سواء كانوا في الداخل وفي الخارج، نحن هنا في كل موقع ندافع عن كرامة هذا الوطن، نحن ندافع عن عرض هذا الوطن. كونوا في أعمالكم، استمروا مطمئنين، نحن إيش ندافع عنكم، ونحن ندافع عن سيادة هذا الوطن. الوطن بخير، اليمن بخير. رسالة كذلك إلى الأصدقاء أننا موجودين، وأننا جيش متواجد، وأن احنا بجانبكم، وقوة تساندكم وفي أي مكان تريدون ونحن معكم. نعم. كلمة أخيرة أو رسالة أخيرة بالنسبة لتعاملكم كقيادة ميدانية وعسكرية مع تلك الخروقات المستمرة لعصابة الحوثي الإرهابية. نحن ثابتون في مواقعنا، ونحن نحمل الصبر والمصابرة والمرابطة، يعني نحن ملتزمين بمسألة الهدنة، ولم ننفذ أي خرق من هذه الخروقات. لكن أمام أي خرق من خروقات هذا العدو الإنقلابي نحن نقف لهم بالمرصاد، ولا يمكن أن نذل، ولا يمكن أن نستكين على الإطلاق نهائيا. لكننا يعني مستبسلين، مناضلين، متواجدين، مدافعين في مواقعنا. فإن جنحوا للسلم فنحن سنجنح للسلم، وإن أرادوها حربا فنحن مستعدين لهذا الحرب. وهو ما مرت خلال الفترة الذي أدعوا أن هناك هدنة، كثير من الجرحى حصلوا، وكثير من الشهداء، شهداء كثير جدا في ظل هذه الهدنة،
وكثير من الخروقات على مستوى جبهات القتال، لكننا وقفنا يعني صادين لهذه الخروقات وصابرين وضابطين إيش أنفسنا من أي ردود أفعال كبيرة على مستوى خروقات هذا العدو. نعم، إذن بهذه الهمم والمعنويات العالية التي تتمتع بها قيادتنا العسكرية هنا في جبهات وميادين العزة والكرامة من خلال مدير دائرة المشاه بوزارة الدفاع العميد الركن حيدر محفل مع بقية الأبطال المرابطين، يحق لنا ولأبناء الشعب اليمني أن نفخر ونعتز بمثل هؤلاء الأبطال الميامين المدافعين عن حياض الوطن وعن أهداف الثورة والجمهورية ضد فلول وأزلام ميليشيا التمرد والانقلاب الإيرانية. سيدوم الخير في أرض مقيمة، سيدوم الخير في أرض مقيمة، سيدوم الخير في أرض مقيمة، سيدوم الخير رافض الإصرار إلا أن يدوم، رافض الإصرار إلا أن يدوم، رافض الإصرار إلا أن يدوم، رافض الإصرار إلا أن يدوم. أرضنا بوركت من ولادة، أرضنا بوركت من ولادة، لم يعش في عمرك الخير عقيمة، لم يعش في عمرك الخير عقيمة، كلما ولى عن الساحة فيك عظيم شهدت من عظيمة، خلفه نمضي ولا خلف لنا، خلفه نمضي ولا خلف لنا، ما مضى فينا أمينا مستقيما، ما مضى فينا أمينا مستقيما، ما مضى فينا أمينا سيدوم الخير في أرض مقيمة، سيدوم الخير في أرض مقيمة، رافض الإصرار إلا أن يدوم، رافض الإصرار إلا أن يدوم، سيدوم الخير في أرض مقيمة، سيدوم الخير في أرض مقيمة، رافض الإصرار إلا أن يدوم، رافض أرضنا بوركت من ولادة، أرضنا بوركت من ولادة، لم يعش في عمرك الخير عقيمة، لم يعش في عمرك الخير عقيمة، كلما ولى عن الساحة فيك عظيم شهدت منا عظيمة، خلفه نمضي ولا خلف لنا، خلفه نمضي ولا خلف لنا، ما مضى فينا أمينا مستقيما، ما مضى فينا أمينا مستقيما، ما مضى فينا أمينا مستقيما، ما مضى فينا أمينا مستقيما. بالنسبة لنا احنا عندنا تجربة كبيرة مع الحوثي ومن قبل 7 سنوات، ونعرف انه هدنته هو لملمة اوراقه، وايضا احنا بالنسبة لنا من خلال تجربتنا لا 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 نصدق الحوثي في في فيما يقوله. بالنسبة لهدنة اول يوم في الهدنة بدأ بالضرر المسير، بدأ بالهاونات، بدأ بالقنص ومستمر يوميا، وعندنا اكثر من 300 شهيد في 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 جبهة مارب أثناء الهدنة من يوم بدأت الهدنة حتى الآن، وأكثر من 300 جريح، المستشفى يشهد ذلك. تمام،
واحنا ايضا لا نامن الحوثي ولا هدنته، لان احنا جربنا عده مرات وهو يحاول ان يستغل الهدنه سواء من ناحيه الحشد او من ناحيه ترتيب اوراقه او جلب المعدات والذخائر وكذا، وهو كان في 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 مرحله ارسالها، لكنه دائما نعرفه انه عندما يكون في هذا الوضع هو يلجا للهدنه على اساس انه يرتب وضعه، ولن يوقف من اول يوم في الهدنه، وعندنا اكثر من 300 خرق للهدنه من يوم بدات حتى الان، ومثلينها توثيق، اذا تشتيني ادي لك التوثيق فانا جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، معنوياتنا الحمد لله عاليه والمجاهدين جاهزين، وبالنسبه للخروقات الخروقات دائما، والحوثي بدون وعد معروف، والرابع خمس يوم يخترقوا، ان كان اختراق هجومي او بالقذائف او بالطائرات المسيره او بكذا، بس الحمد لله الشباب صاحين لهم والمعنويات قوه وواقفين لهم بالمرصاد. رسالتك لبقيه الابطال؟ الابطال رسالته هم لنا، لأنه الحمد لله رب العالمين معنوياتهم فل، والأبطال ما يدخل جبهة إلا رجل بطل أصلا، فندعين الله يثبتنا على ما ثبتهم عليه. شكرا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا في الجبهات ملتزمين بالهدنة، والعدو لم يلتزم بها نهائيا عن الإطلاق، كل يوم يخترق الهدنة، وإحنا ملتزمين بالأوامر بالهدنة، والحمد لله الامور طيبه ومنتظرين الاوامر في اي لحظه. ماذا عن الجانب المعنوي والمقدم؟ معنوياتهم ناطحه السحاب، معنوياتهم فولاذيه والحمد لله، وهم والله انهم صابرين منتظرين لاي اوامر من القياده العليا في اي لحظه، وهم مستعدين للانطلاق. من اتى من صبري وقال انتظري، والشعب في قلبي نصاح الجرى، صوت محلى المسادي وسط الليالي السود والحرب شعل، تسري اسود الله بين الغدري، كم من رجل مقدام شاجع مقاتل، جهد ليوم الحزم واعلن ضرري، ورتب الابطال شاك الفصايل، ودقهم بالقذفات والعياري، واكثر جثث بالدباب والسوايل، واضرب عليهم القاشط وزري، واعلن عليهم يا الاسد سحب شمل، يا ما حل القسوة محلى المساني، وسط الليالي السود والحرب شاعل، تسري اسود الله بين الغدري، كم من رجل مقدام شاجع مقاتل، نسلى عليهم يا ذياب البراري، ندعش جحافلهم ندق المعابر، فلا عصيك فشل ميت في حضاري، لا عد تحاول يا القبيل تحاول، مليت من صبري وطال انتظاري، والشوق في قلبي لصوت الجرامل، يا محل القسوة محلى المساني، وسط الليالي السود والحرب شاعل، تسري اسود الله بين الغداري، كم من رجل مقدام شاجع مقاتل، قال لأهل الحكم وأهل القرار، قرار غير الحسم يقوم بفشل، لما وهم عزمي بحول انكساري، عن أرضنا والعرض نهد التنازل، جهاد متوصل بليل ونهاري، من أجل دين الله نبضي لوصل، يا محل القسوة محلى المساني، وسط الليالي السود والحرب شاعل، تسري اسود الله بين الغداري، كم من رجل مقدام شاجع مقاتل، قال هذا صنع جاري والحسم جاري، قالي بتدخل هالرجال البواسل، والله ما تراجع ولا تترك مساري، ما دام وان العز ما له مقابل، طب هذا شامل في الجبال والصحري، يالله كن صلى على كل بطل، وسط الليالي السود والحرب شاعل.
بطولة عسكرية تنشيطية أقامتها قيادة دائرة الرياضة العسكرية لمنتسبي الجيش الوطني تحت شعار جرحانا عظماؤنا. في الفقرة التالية نتابع وإياكم مشاهدينا الأعزاء تلك البطولة التنشيطية والعسكرية التي أقامتها قيادة دائرة الرياضة العسكرية. انطلقت اليوم بمدينة مأرب البطولة العسكرية التنشيطية الأولى فن الرماية لجرحى ومعاق الجيش الوطني، والتي تنظمها دائرة الرياضة العسكرية بوزارة الدفاع برعاية الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة وإشراف هيئة التدريب والتأهيل ضمن البطولة العسكرية التنشيطية الأولى لألعاب فن الرماية. ويشارك في البطولة التي تقام تحت شعار جرحانا عظماؤنا وتستمر على مدى يومين 40 متسابقا من جرح الجيش الوطني من المناطق العسكرية 3 و 6 و 7 ومن الدوائر والهيئات العسكرية. وأكد مدير دائرة الرياضة العسكرية العميد الركن عبد الرقيب القحطاني أن هذه البطولة تأتي ضمن أنشطة الدائرة للاهتمام بجرحى ومصابي الجيش الوطني الذين يستحقون كل الرعاية والتقدير، لافتا إلى أن الدائرة بصدد الإعداد لبطولات عسكرية أخرى قادمة في مجالات السباحة والشطرنج مخصصة للجرحى الذين قدموا التضحيات الجسيمة دفاعا عن الوطن والهوية اليمنية. هنا معطايا تربتي قلب أرضي لم يزل قم العطائي، هنا بعض عطايا تربتي قلب أرضي لم يزل قم العطائي، أرضنا خيرا علينا إنها ما برحت مغدقة، أرضنا خيرا علينا تصنع الخير لنا أروقة حيثما امتدت يدينا، تصنع الخير لنا أروقة حيثما امتدت يدينا، ذهبوها الجهز كي تعطيكم خيرها أخضر جم، وأطيل فوقها أذرعكم أعطيكم ما شئتم كيفا وكم. أرضنا خيرا علينا إنها ما برحت مغدقة، أرضنا خيرا علينا تصنع الخير لنا أروقة حيثما امتدت يدينا، تصنع الخير لنا أروقة حيثما امتدت يدينا، ذهبوها الجهد كي تعطيكم خيرها أخضر جم، وأطيل فوقها أذرعكم تعطيكم ما شئتم كيفا وكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة أعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر
و14 اكتوبر و30 من نوفمبر تقيم وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ودائرة الرياضة العسكرية بعض الأنشطة الرياضية الخاصة بجرحى ومعاقي الجيش الوطني الذين هم يعتبروا جرحانا عظماؤنا تحت شعار جرحانا عظماؤنا الذين لا يمكن أن ننساهم. وبهذه المناسبات العيدية والتي نقيم هذه الأنشطة الرياضية من ضمن هذا البرنامج الذي تقيم دائرة الرياضة البطولة الأولى التنشيطية لمهارة فن الرماية. نعيد إليهم الأمل الذي كان هم متنفس معركة الجيش الوطني ضد الحوثيين، اليوم يعيد الأمل من جديد ويقول بأننا نحن إن كنا معاقين فأيضا نحن هذه الإعاقة لا تمنع أن تواصل مشوارنا من أجل أن نكون جزء من الجيش الوطني، أن يكون أيضا موجود في المترس، موجود داخل المدينة يحمي أرض هذا الوطن بكل ما يستطيع أن يملك من قوى. فهذه الأنشطة الرياضية تعيد أيضا لهم الأمل، إزالة الملل، إزالة الضيق والشعور بعدم التواجد داخل المجتمع. لكن نحن نقول لهم بأنه أنتم جزء من المعركة، كأنكم عدتم من جديد إلى أرض المعركة وكأنكم تقاتلون من جديد بإذن الله. أهمية هذه البطولة التنشيطية العسكرية المتخصصة في فن الرماية التي تقومونها لجرح الجيش الوطني، تعتبر أهمية البطولة العسكرية التنشيطية الأولى في فن الرماية الغرض منها الرئيسي إزالة الملل عن هؤلاء الأبطال الذين قدموا جزء من أجسادهم في هذه المعركة. الثاني شعورهم بأنهم أيضا جزء من أبناء هذا الوطن ومن الجيش الوطني. النقطة الثالث نشعرهم بأنهم ممكن أن نستفيد منهم يوما ما في المعركة، إذا كان جزء من جسده راح ذهب لكن هو قادر أن يقاتل. وهي أيضا رسالة للداخل والخارج الحوثي وأبناء الشعب اليمني كامل أن هؤلاء هم الأبطال الذين يجب أن نقدرهم، أن نحترمهم، أن يكون لهم معنى واحترام وتقدير واهتمام. Yeah.
الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. بمناسبة أعياد بلادنا العيد 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، نحن اليوم في دائرة الرياضة العسكرية في ندشن البطولة التنشيطية الأولى لفن الرماية، والذي استهدفت 40 متسابقا من جرحى ومعاقي الجيش الوطني. واليوم دشنا المسابقات والتصفيات الأولى، تم تقسيم المتسابقين على 4 مجموعات من 10 أشخاص، والحمد لله رب العالمين الأمور تمام والتدشين بالشكل المطلوب إن شاء الله، والمتسابقين أعطوا نتائج إن شاء الله، بيعطوا نتائج ممتازة بإذن الله. الهدف من إقامة هذه البطولة؟ الهدف من إقامة هذا البطولة هو التنويع للجرحى، حيث وأن دائرة الرياضة العسكرية في جعبتها الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الجرحى، من ضمنها التنشيطية الرياضية وأيضا التأهيلية كقيادة حاسوب وكمبيوتر. إن شاء الله في الفترة القادمة إن شاء الله سنستهدف 120 جريح، سيقسم على عدة مجموعات إن شاء الله في عدة برامج تدريبية. الله الرحمن الرحيم. لازم أول أحمد حسين يحدوها محافظة مارب، من هنا من معسكر النصر من ميدان الأبطال، من التراب الذي حرم على الحوثي أن يدوسه، من الأماكن الذي حرمت عليه أن يدوسها إلا مسحوبا على أنفه، مسحوبا على خشمه، وحرمت عليه مارب. من هنا من الأبطال، من معسكر النصر، من ميدان الأبطال، من معسكر الرجال، من مصنع الرجال، نحييكم ونشكر رئيس القيادة السياسية العليمي، ونشكر العنادة، ونشكر كل أبناء الجيش الوطني الذين يدافعون وما زالوا يدافعون عن الأرض والعرض والكرامة، ما زالوا يدافعون عن أمة محمد، ما زالوا يدافعون عن رفع كلمة لا إله إلا الله، ما زالوا يدافعون عن الضعفاء والمساكين، ما زالوا يدافعون عن رفع كلمة لا إله إلا الله ودحر الحوثي الذي هو مدعوم من إيران، الذي هو مدعوم من إيران. أهمية هذه البطولة التنشيطية في فن الرماية؟ أستدعو جميع الجرحى المعاقين من أبناء الجيش الوطني، وتم استدعاهم من سكن النصر، وجاءت لجنة من وزارة الدفاع وقالوا مريد يشارك، فتم مشاركة 40 معاق في فن الرماية. كما لا ننسى أن نشكر دائرة الرياضة العسكرية ممثلة بالفندم عبد الرقيب القحطاني على الدعم ووقوفه جنب الجرحى وتشجيعهم والوقوف معهم وتشجيعهم في كل شيء، في الرماية، في السباحة، في كمان سباق العربيات الدراجات الهوائية، وكان السباق أمام مستشفى الهيئة. أي شيء قدره قدر ضيوفي غير أمجادي وتاريخ سيوفي، أي شيء قدره قدر ضيوفي غير أمجادي وتاريخ سيوفي، فليلاقوا من تليدي وطريفي ما يلاقيه شريف من شريفي، وتقاه الضخم من أقدارهم ينزوي جودي وتستحي ظروفي، وطني منزل ضيفي ليس لي بل له حق الكريم المفضل، وطني منزل ضيفي ليس لي بل له حق الكريم المفضل، هو مني نقدة لم تبخلي وأنا منه فدى المستبسل، إن حق الضيف قد صيرني إن حق الضيف قد صيرني فيه ضيفا وهو رب المنزل، أنا منه من قديم الأزل أنا منه من قديم الأزل، إذا من أعراقه لم تفصل وسيبقى بمدى المستقبل، لا يرى لي ملكة لم تبدل، وسيبقى في
مدى المستقبل سيرى لي مهجة لم تبدلي إنني منه على الدهر ولن أترك الكعبة أحمي إبلي أترك الكعبة أحمي إبلي أترك الكعبة أحمي إبلي أترك الكعبة أحمي إبلي يا غندم تظل التضحيات والبطولات الخالدة التي يسطرها أبطال القوات المسلحة محل فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب اليمني، وهم يدافعون عن أهداف الثورة والجمهورية في مختلف جبهات وميادين العزة والكرامة. بهذا نصل وإياكم إلى مطاف حلقتنا لهذه الليلة. حتى الملتقى لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء وكرم المتابعة. حتى الملتقى. حفظ الله الوطن وأبطال قواتنا المسلحة البواسل. عانق الأبطال يم البواسل في جبالك في سهولك والسواحل وانحني للجيش يا كل الشوامخ واعزفي للحال للجيش المناصر.